ننفي الاخبار هذا لانه مازال ما وقع حتى شيء. تو تكلم مع سي جلال بوزيد نائب من كتله حزب التكتل ومشارك في الحوار الوطني، اكد لي انه ما وقع شيء واحنا في داخل الحزب ما عندنا حتى شيء يدل انه وقع التفاهم ولا وقع التسويه في الموضوع تنقيح احكام النظام الداخلي للمجلس.